النهاردة جاي أقول لكم على أميرة من الأميرات. الأميرة فريال اتولدت 17 نوفمبر سنة 38، أكبر بنات الملك فاروق من زوجته الملكة فريدة. على أثار ولادتها أقيمت حفلة كبيرة جدا تم منح فيها 1700 أسرة مصرية ممن تصادف ولادة مولود لهم في نفس اليوم من ملابس ومواد غذائية، ولكل أسرة جنيه. كانت فريال غادرت مع والدها الملك فاروق بعد ثورة يوليو، كان عمرها 13 سنة، بعد ما الملك فاروق نزل على العرش لابنه الرضيع فؤاد الثاني كملك سوري، قبل أن يتم رسميا إلغاء الملكية في 18 يونيو سنة 53. لو عايزين معلومات أكتر اعملوا فولو شير للفيديو.